السلام عليكم. هدد عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي مائير مصري الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون في إطار خلاف بين الرباط والجزائر الذي وصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما. وكتب مصري وهو أستاذ للعلوم السياسية بالجامعة العربية في القدس على حسابه في تويتر باللغة العربية: لو تجرأ تبون على المغرب سوف يصبح حسابه مع إسرائيل، وإسرائيل لا تمزح. وكان مصري قد نشر تغريدة قال فيها إن إسرائيل مع المغرب ظالما أو مظلوما. من جهة أخرى اعتبرت إسرائيل أن اتهامات الجزائر موجهة لها في إطار الأزمة الدبلوماسية القائمة بين الجزائر والمغرب بأنها لا أساس لها، وفق ما صرح دبلوماسي إسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية داعيا الجزائر إلى التركيز على مشاكلها الاقتصادية. ورأى الدبلوماسي الإسرائيلي طالبا عدم كشف هويته أن ما يهمه هو العلاقات الجيدة جدا بين إسرائيل والمغرب، والتي تجلت بالزيارة التي أجراها لبيد مؤخرا والتعاون بين البلدين لما فيه مصلحة مواطنيهما والمنطقة بأسره.